مساء الجمال على كل مشاهدين برنامج سر جمالك. النهارده وكل الحلقات هنجاوب على سؤال واحد بيتسأل كل الناس، ايه هو سر جمالك؟ سر جمالك انك تعرفي ايه هي العيوب اللي بتواجه بشرتك وشعرك وجسمك وتعالجيها مش تخفيها. هو ده عنوان حلقتنا النهارده، ازاي تعالجي بشرتك وشعرك وجسمك من غير ما تخفيه. معانا الدكتوره نيفين النهارده المنياوي، اتشرفنا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، ميرسي ميرسي جدا. ومعانا الاعلاميه منى، اهلا بيك حضرتك، شاركنا معانا الحوار. ومعانا الشيف المتالق طبعا اللي ظبطنا باكله وحاجاته الكويسه. اهلا بيك. هنبدا بحضرتك دلوقتي يا شيف، ايه بقى الحاجات النهارده؟ احنا ان شاء الله باذن الله النهارده نعمل طبقين مميزين جدا جدا. هيبقى عندنا بكاتا مشروم، وعندنا سلطه الجرجير، وهنتكلم برضو عن الفايده بتاعت العظم اللي هو العظم البقري بيدينا كولاجين والكلام ده كله، وهنتكلم برضو عن ازاي نغسل المشروم بتاعنا، ونعيد على المعلومات بتاعتنا تاني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تمام، هنبدا بقى مع دكتوره نيفين. احنا طبعا مشرفه ومنوره برنامجنا. انا احب اشكرك برضو برنامج سر جمالك، وعلى خاصه الاستاذ احمد جوده على الدعوه الجميله، بجد مشرفنا جدا، نورتينا النهارده. ميرسي حبيبتي، شكرا. ده شرف لينا يا فندم ان حضرتك حد متميز زي حضرتك في مجال الطب ومجال المنتجات ان يكون معانا، دي حاجه شرف لينا كبير يعني. اول حاجه عايزين نتكلم فيها بقى حضرتك المنتجات، وعايزين نوضح لاعزائنا المشاهدين المنتجات دي ايه الفرق ما بينها وما بين المنتجات الموجوده في السوق. نبدا منتج منتج كده، وتعرفي المراه بحكم خبرتك في مجال الطب والصيدله هتعالج مشاكلها ازاي وايه هي المشاكل نفسها. تمام، اوكي. بص، هو انا يعني هتكلم سريعا عن شركه نيفن كوزماتكس والمسج اللي احنا عايزين نوصلها. بص، هو مشكلة دايما اي ست، انا هتكلم عن نفسي، انا شخصيا انا ست، تمام، لما باجي استخدم اي حاجة للبشرة او للشعر، مشكلتي دايما كانت مع اي منتج انا باجي استخدمه حاجتين، ان انا عايزة نتيجة تكون سريعة، يعني مش هقعد مثلا شهر او اتنين، بالذات في دلوقتي اغلب الستات بتشتغل والمدرسة والمثلا بتروح الكلية، ففعلا هي بتبقى عايزة على طول تحس ان في حاجة استخدمتها وعملت معها فرق في اقل فترة ممكنة. تمام، تاني حاجة انه مثلا ان الحاجة تعالج، يعني مش ان انا مثلا انا بستخدم، هنفترض اي حاجة تجارية بتستخدم كريم، بمجرد ما انت بتوقف الكريم بتحس ان رجع تاني نفس المشكلة، رجعنا لنفس المشكلة. لا، المنتجات برضو فكرتها ان هي لازم تعالج علاج نهائي للمشكلة اللي بتعالجها. تمام، في حاجة بقى مهمة، ما هو عشان حضرتك هي تعالج لازم أن تكون الجودة عالية، وعشان تبقى الجودة عالية لازم أن يكون السعر عالي. طيب هل ده عايزين نوضحه من خلال حضرتك للعميل، إن هي ما تهتمش بالسعر قد ما تهتم بإيه؟ بالجودة، ده أساسي. وتهتم كمان، يعني أنت عندك مشكلة دلوقتي، هتعالج المشكلة دي إزاي وإمتى؟ ولا هتتعالج فعلا ولا مش هتتعالج؟ قد يرى بعض الناس، وده انا بنعاني منه في سوق التجميل، طبعا سوء الثقافه في سوق التجميل، واللي احنا جايين من خلال حضرتك نوعي الناس ان حضرتك بتهتم بالسعر فبتجيبي جوده قليله، فبيترتب عليها بعد كده ان حضرتك تعاني من مشاكل وحاجات كتيره قوي، تصرفي اضعاف اضعاف اللي انت عملتيه. طب وليه؟ طب ما تختاري المنتجات القويه الكويسه، السعر لو غالي حاجات بسيطة مش مشكلة، بس ترتاحي انك تعالجي فعلا ويبقى حاجة اكتيفيتي فعلا وحاجة طبعا حضرتك موجودة. طبعا على فكرة اوريدي، يعني انا يعني احنا الفكرة ان احنا برضو المنتجات كلها فكرتها الاساسية ان احنا برضو ماشي بنعمل جودة عالية جدا وإفكت يكون فعلا قوي ومؤثر على سواء البشرة او الشعر كعلاج، وفي نفس الوقت راينا موضوع السعر ده، يعني انت برضو في الاخر يعني ماشي طبعا السعر ده قصاده جوده، بس احنا الاسعار الحمد لله حاولنا ان احنا نوازنها بحيث انها تناسب اغلب الطبقات. يعني حتى يا جماعه مش معنى ان احنا بنقول السعر ان السعر عالي قوي، لا، هو السعر في المتناول وسط، ولا من حضرتك جبت لك سعر قليل بجوده قليله، ولا منك جبت لك سعر عالي عشان اعلي هامش الفايده بتاعتي او الربح بتاعي. طيب كنت عايزه اعرف من حضرتك النهارده المنتجات اللي حضرتك بتتكلمي عنها، كنت عايزه اعرف ايه الفرق ما بينها، يعني ما بين المنتجات حضرتك وما بين المنتجات اللي بره، عايزه اعرف الحاجات اللي ممكن تخلي الشعر يتساقط ينشف،
يعني بعد ما مثلا باخد شاور عادي بطلع من الحمام مثلا الاقي شعري نشف من الشامبو. تمام. ليه بقى؟ بصي هو هقول لك حاجه، هو احنا دلوقتي بالنسبه للمنتجات ايه اللي خلينا مختلفين عن اي شركه؟ تمام. اول حاجه ان الفورمولا نفسها او التركيبه نفسها جنوان، بمعنى انها اصليه، مش مجرد مثلا تركيبه متعارفه زي ما بيحصل في اغلب، هتلاقي ماركات مثلا معينه كتير ومنزلين نفس الكريم ونفس كريم الترطيب، لا الموضوع مختلف. الخامات كلها طبيعيه معموله بصوره تركيب، يعني مش مجرد انا حاطه زيت كذا على زيت كذا، لا مش بنسب يعني متساويه. حضرتك اللي عامله المنتجات، كل حاجه مكون من مكونات بتعالج حاجه. طيب. يعني انا مثلا هاجي اتكلم على ده ماشي، عشان انت بس ذكرتي الشامبو بالذات ومشكله التساقط. طيب. الشامبو ده مثلا فعلا انا عندنا مثلا شهور علشان نعمل التركيبه بتاعته. ليه؟ دلوقتي دايما اي، يعني حضرتك عارف يا استاذ احمد، تلاقي مثلا دايما مشاكل اي حد بيغسل شعره. انا دايما بحصر مشاكل غسيل الشعر في حاجتين، انه بيتساقط الشعر كتير وقت الغسيل، او ان مثلا بتطلع تلاقي شعرك ناشف تمام او هاش بعد ما هو بينشف بيهيش. دايما دي مشكله الشامبو، بيفرق من واحد للتاني حسب جودته بتحس الاحساس ده. الشامبو بيعالج الاثنين، يعني احنا ركزنا ايه المشكلتين الاساسيتين في استخدام الشامبو وتعالجه. اول حاجه التساقط، ودي حاجه مهمه جدا لان عوامل ان الشامبو ياثر او يساعد في موضوع التساقط ده لو حاجات كتير. اول حاجه مثلا انه يبقى فيه سيليكون، ماده السيليكون. الشامبو ما فيهوش ماده السيليكون تمام. السيليكون من الحاجات اللي فعلا بتعمل زي بيقولوا كلمه بيلد اب، او بتقعد بتتراكم على الشعرايه تمام. انك تتخلصي من السيليكون ده بيبقى صعب، فكتر ان هو بيتراكم على الشعرايه، طب لو انا عايزه اتخلص من السيليكون اعمل ايه؟ بتاخدي الشامبو مثلا زي ده، يكون بتختاري المنتجات اللي هي بدون سيليكون. لازم يكون ده ماده السيليكون عشان برضه نوضح للناس، ده ماده بتبقى موجوده في الشامبوات، بتبقى رخيصه الثمن عشان هو زي ما احنا قلنا في الاول ان هو يعمل لك حاجه رخيصه، فبيجيب ماده. الماده دي بتبقى رخيصه بس بتعمل ايه؟ بتعمل تساقط. عشان كده لما قلنا في الاول قلنا الموضوع مش موضوع سعر، الموضوع ان حضرتك تاخدي حاجه بيور، تاخدي ماده كويسه في اقصى الحاجه، ان هي لو لا قدر الله ما فادتش ما تاذيش، بس هي فيها فايده كبيره طبعا. هي الفكره ان هي بالظبط، يعني انا هقول لحضرتك مثلا احنا في السنه اللي فاتت، احنا عمر الشركه حتى يعني مش طويل، يعني احنا قصير لسه يا دوبك مكملين، يعني داخلين على سنتين. لا بس بسم الله ما شاء الله، انا الحمد لله دلوقتي موجود ان حضرتك في عملاء كبيره جدا واغلبها صيدليات، ده معناه ان في كميه ناس كتيره بسم الله ما شاء الله انتوا حضرتك بتتعاملوا معاها. وده برضو لاعزائي المشاهدين، الارقام اللي موجوده قدام حضراتكم دي ارقام الصيدليات او الموزعين اللي مهتمين بالمنتج وموجود فيه. وان منتج يتواجد في المنتج الاعلامي او في برنامج او في صيدليه، فده معناه ان منتج بيور جدا وقوي جدا. مفيش اي صاحب صيدليه هيحط منتج عنده الا لما يكون واثق في الاكتيفيتي بتاعه وقوته طبعا. طيب حضرتك يا دكتور، كنت عايزه اعرف المنتج اللي هو العادي واللي هو ضد القشره. احنا عندنا اثنين نوع من الشامبو واو افكت، واحد اللي بيناسب اغلب انواع الشعر زي ما قلنا، ان هو بيركز على حاجتين، تقليل التساقط. ودي على كنت بتكلم على البوينت دي، ان احنا مثلا اكتشفنا ان الشامبو ما كناش متارجتينه، يعني بس انا عايزه اعرف الرجال بيحبوا جدا الشامبو، لانه الراجل بيبقى عنده مشكله انه ما عندوش الوقت ان هو مثلا يحط بلسم بعد زي البنات مثلا. بس بما ان لطيف طيب الرجاله، بس احنا اغلبنا بيبقى عايز حاجه ضد القشره، يعني احنا ما بنهتمش. ما هو بيبقى في طبعا، ما هو ده على حسب، في ناس بيبقى عندها وفي ناس مثلا ما بيبقاش عندها قشره. هو احنا منتج الشامبو نفسه اللي هو الواو افكت اللي بالقشره ميزته كمان، لاحظنا ان اغلب برضو انواع الشامبو الموجوده في السوق، لو واحده مثلا عامله بروتين لشعرها، دي من الناس الحقيقه الفيدباك اللي جاي لي، يعني انه هو سلفيت فري طبعا الشامبو القشره، ومعروف ان اللي مثلا بيعمل بالبروتين لازم يستخدم شامبو يكون سلفيت فري. اوكي، فلو واحده كان دايما تلاقي ناس بتستخدم البروتين، بعد البروتين بفتره بيجي لها قشره، تفضل قاعده بالقشره لانها خايفه تستخدم شامبو قشره يبوظ البروتين بتاعها. فهو الشامبو الواو افكت برده فيه ميزه ان هو يعني في حته الواحده عامله بروتين
وفي نفس الوقت عندها اشرة. تستخدم حاجة معينة مثلا عشان لان انت عارف البروتين مثلا ما ينفعش تستخدمي شامبو عادي. لازم يبقى سلفيت فري. دي حاجة معروفة بالذات اللي بيستخدم بروتين او كرياتين. طيب انا كنت عايزة اعرف من حضرتك يعني استخدم يعني كم مرة ولا ايه جاب نتيجه مثلا؟ عامه الشامبو بصي دوت ده ممكن صالح للاستخدام اليومي، عشان كده بقول لك هو مثلا فعلا يعني من زبايننا لقينا ان الرجاله كتير جدا بيستخدموه وعاجبهم جدا، فهو ملائم للاستخدام اليومي. يعني هو هينشف الشعر مثلا احسن من لا لا هو مش موضوع الرجاله، لا انا شغال الاثنين بس الفكره ايه، انا بتكلم على بوينت ليه، ان دايما الراجل مفتقد شامبو يعني يناسب شعره، فاحنا لاحظنا لا ان الشامبو ده يمكن يكون مناسب كمان للرجال. تمام؟ تمام. عشان نقطه تقليل التساقط بلس التنعيم. تمام. بس فده بالنسبه للواو افكت ده ده بقى اللي هو العلاج القشره. فاحنا عندنا هم النوعين طبعا، القشره بيبقى الاستخدام من مرتين لثلاثة في الاسبوع. طيب بس حضرتك شايفه صحيا مثلا الشعر نستخدمه كم مره يعني عشان برضو ما الشعر ما يتصفش؟ يعني انت لو بتتكلمي يعني كطبيعي الروتين الصح مثلا المفروض عامه ما نغسلش الشعر اكتر من 3 مرات في الاسبوع. يعني بالنسبه للسيدات يستحسن يكون مرتين في الاسبوع كفايه جدا. احنا بنتكلم مثلا لو لو حد دلوقتي مثلا واحده عايز تدخل على فرح او الكلام ده وعندها كميه القشره كبيره جدا، فهي حابه تعمل يعني مثلا تستخدم مثلا فرحها بعد اسبوع، تستخدمه قد ايه عشان القشره تضيع عندها؟ لا هو من الفيدباك يعني من ثالث غسله يمكن او رابع غسله خلاص القشره بتزول يعني. الحمد لله. يعني بيبان. انا بقول لحضرتك احنا اصلا تركيزنا كشركه نافن كوزماتكس على النقطه دي اللي هي التاثير السريع او ان هو يديني افكت في اسرع وقت. تمام، نخش على المنتج اللي بعده. تمام. طيب في ناس كتير قوي سالتني على المنتج بتاع الهالات. تمام. وده يعني عايزين حضرتك توضحي، لان ده منتج بسم الله ما شاء الله على حد اللي انا شفته على البيج والناس اللي بتعمل فيه بتشكر فيه، ناس بتشكر فيه كتير جدا. فاحنا عايزين بقى حضرتك تشرحي. هو فعلا ده المنتج البست سيلر او المنتج الاكثر مبيعا في شركه نافن كوزماتكس، ويمكن في ناس كتير عرفتنا عن طريق المنتج ده اللي هو الصغير ده. ده حتى يمكن زباين انا هقول اللي هم بيسمينه السحر في الروله، ان هو رولا وفي سحر. يعني بص هو في صدفه غريبه، انا يعني لما جيت اعمل الايريزر او احنا لما جينا نعمله كنا مركزين فعلا مشكله الهالات بالذات السودا دي مشكله صعبه جدا. تمام؟ يعني من المشاكل اللي هي صعب تلاقي منتج يحلها بسهوله، يعني يعني دايما تلاقي هو لو في منتج يعالجها بسهوله ما كانش الست التجأت الميك اب. بالظبط. وده غلط يا جماعه. احنا من القواعد الاساسيه انك ما تعالجي، انك ما تخبيش بالميك اب، لا عالجي. ما دام في علاج وعلاج قوي طب ما تعالجي. بالظبط. تمام بالظبط. فهو ده بيتحط قبل الميك اب؟ ممكن بيتحط عادي الصبح وممكن بيتحط قبل النوم. انا دايما بفضل ان هو لازم يبقى في مره قبل النوم، ده اساسي. وبس هو بيستخدم مرتين في اليوم، هو خفيف جدا ويعني مش دهني او اي حاجه. ولما بصحى بغسله عادي ولا؟ عادي، بتغسلي وشك عادي جدا او اغسله وخلاص. وتحطيه تاني مثلا الظهر او الصبح زي ما انت عايزه. طب هي انا اللي انا شايفه ان اغلب البنات بسبب انها بتحط ميك اب كتير والكلام ده بشرتها سيئه جدا. عايزين بقى ايه في المنتجات عند حضرتك لو هي استعملته تقدر تخلي بشرتها مش محتاجه الميك اب؟ تمام، كويس قوي. اول حاجه يعني انا هتكلم عن روتين لطيف كده لايه بنوته. تمام. اهم حاجه ان يعني اغسل وشي الاول. اوكي. نمره واحد، يعني بص انا هقول كده تبس سريع مثلا، معلش عشان بما ان احنا في برنامج سر جمالك هنقول حاجات صغيره برضو زي نصايح كده للبشره سريعه صغيره. اول حاجه موضوع غسيل البشره. تمام. موضوع ان انا استخدم الفوطه ما افركش جامد جدا وشي بالفوطه. في دايما تلاقي بنات تلاقي تقعد بالفوطه قاعده بقى بعد ما بتنشف بتفرك، الحاجات دي بتعمل تجاعيد وبتبهدل البشره. تاني حاجه برضو ان مثلا افتح الفرن وادخل راسي فيه، الحاجات دي بتوسع مسام البشره. يعني بص في حاجات بتحصل احنا بنعملها البشره بتاذي اكتر ما هي بتفيد. بالظبط كده. بالظبط. فهي برضو انا لازم اتعامل معاها بطريقه ديليكت كده اللي هو ايه، لا دي بشره يعني وده وشي، فلا برضو التعامل يبقى مريح شويه يعني عن كده. فالمهم القصه ان انا مثلا كنت بحاول، يعني كانوا كتير يقولوا لي احنا عايزين روتين بسيط
بالذات ان دلوقتي زي ما انا بقول اغلب الناس بقى ما عندهاش الوقت الطويل، يعني مش عايزه حاجات كتير وهاسل كتير، لا انا عايزه استخدم صابونه منتجات أستخدم طبيعيه تعالج البشره. بالظبط كده. فانا احنا عندنا صابون مثلا لمختلف انواع البشره. تمام. انا يعني هبتدي مثلا عندي صابونه زي دي واحده منهم اسمها فيرند جلو. لو انا عايزه افتح البشره او عايزه صابونه تديلي زي نضاره وتفتيح، يبقى هستخدم فيرند جلو ملائمه لكل انواع البشره. الصابون طبعا القاعده بتاعته طبيعيه، فطبيعيه دي لا هتعمل لك مشاكل في بشرتك، ناعمه جدا على بشرتك. وانا مع استخدام الصابون احسن من الغسول، لان الغسول على فكره اللي بيتباع في عامه برضو دوت في حاجات منظفات. بالنسبه لي قاعده الصابون دي بتبقى ايه، يعني بتبقى زيت جوز هند، زيت زيتون متصبر. طب بسال حضرتك، بيبقى ناعم جدا اكتر بكتير كمان من غسول الصابون. بسال حضرتك يعني مثلا حد مش قادر ان هو مثلا هيشتري صابونه زي دي، لو مثلا جه حط صابونه عاديه اللي هي بتغسلي بيها ايدك عادي، لا ما هقولك على البشره، البشره برضو بتبوظ؟ لا تبوظ طبعا طبعا الصابونه. ليه؟ لان انت بتتكلمي دي نسبه، يعني اولا هي بتبقى قلويه جدا جدا. تمام. فبتنشف البشره، بتبهدل البشره، تكاد تكون بتبهدل البشره. فالبعد تماما تماما عن موضوع عن صابون العادي العاديه، لا ما ينفعش احطه على بشرتي تماما. من الاكتر الحاجات على فكره اللي بتعمل تجاعيد على فكره الموضوع ده. وده برضو هنرجع لنفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، غياب الثقافه عن التجميل هو ده اللي مخلي الناس بتستخدم حاجات مخالفه خالص للحقيقه. حضرتك بشرتك حاجه وانك تنظفيها بصابونه حاجه ثانيه، ايدك حاجه وبشرتك حاجه، بشرتك محتاجه حاجات معينه غير ايدك خالص. الموضوع مش موضوع نظافه بس، الموضوع كمان ايه هي المتطلبات بتاعه البشره، ايه هي المشاكل اللي عندك وتعالجيها ازاي بمنتج. طيب بعد عليك بقيت بقى الاصناف، في عندنا صابون العسل. صابون العسل ده ملائم جدا للبشره المختلطه. طبعا العسل ده مضاد حيوي طبيعي، وزائد ان العسل طبعا بيعمل على ترطيب وموضوع اللي هي الخطوط الحاجات يعني دي بيمنع ظهورها. دخله مضاد حيوي؟ العسل نفسه مضاد حيوي طبيعي. مضاد حيوي طبعا. تمام. مضاد حيوي طبيعي. فهو الفكره ان دايما المختلط عندها بتطلع حبوب وبشرتها بتنشف. فاحنا الصابونه دي بتبقى ملائمه جدا. القاعده الرئيسيه في نافين كوزماتيك ان انت بتلجئي للطبيعه بالحاجات اللي هي موجوده اوريدي، يعني مضاد حيوي. طب ما في العسل مضاد حيوي اشد واقوى وفي نفس الوقت ما بيعملش بالزبط اي اثار جانبيه او حاجه. طب انا لو مثلا متعوده ان انا انزل شغلي وكل يوم بحط ميك اب، فعايزه اريح بشرتي شويه من الميك اب ما انا يعني اللي بكلم فيه ان احنا الاول بنغسل بالصابونه دي. وهكلم بقى عن منتج ده من يعني اهم المنتجات عندنا في الشركه. تمام. حضرتك قلت لي ان المنتج ده مش هتحتاج انها تحط ميك اب تاني. بالظبط بالظبط. انا على فكره عايزه اقول لك حاجه، المنتج ده اول منتج اتعمل في شركه نافن كوزماتكس، هو اساس هو اللي عمل نافن يعني. تمام. اصلا لان انا كنت يعني انا يعني من كام سنه كده فاكره ان انا قابلت مثلا حد من فتره ما كانش شافني خلاص. تمام. فقال لي شكلك كبر. انا فاكره اللقطه دي كويس. انا اصلا على فكره صيدلانيه باي ذا واي يعني فكره كنت بعيط. للعلم يا جماعه يا دكتوره 28 سنه بس او 30 مش كبيره خالص يعني. لا انا اكبر من كده طبعا بكتير. بس بسم الله ما شاء الله مش باين حضرتك خالص يعني. حضرتك يعني مثلا 27 سنه. طب شايلك ازاي طيب؟ لا مش هقول عشان ما تتصدميش يعني. من الحاجات اللي برضو هتلاقي فيه فنانين كتير قوي مش باين عليهم السن. طب ليه؟ عشان حضرتك هم التجأوا للحاجات اللي هي مش على مر الوقت تعمل سايد افكت او تعمل نتيجه عكسيه او تعمل مشاكل في البشره والكلام ده. البشره حضرتك مع تقدم السن بتحتاج غذاء. طب لو انت من دلوقتي اديتيها الغذاء اللي هي عايزاه هتبدا بعد كبر السن هتبقى مختلفه خالص. هتدي وش حضرتك كانك بسم الله ما شاء الله شابه وحضرتك متجوزه في السن، يعني هتبقى عكس الطبيعه. وهو ده اللي احنا عايزينه، ان حضرتك تبقى جميله في كل اوقات عمرك سواء كنت صغيره او كبيره. عايزه اشوف المنتج اللي مع حضرتك. بص انا دايما مقتنعه بحاجه، يعني في يعني مهما الست بتحط ميك اب الست نفسها تحس انها جميله من غير ميك اب. دي نقطه على فكره كل الستات بتحسها،
وهو بصراحه كده يعني نافل كوزماتكس لما اتعملت عشان الهدف ده انك تبقي جميله من يعني مثلا زي الاجانب مثلا انت ما بيحطوش ولا ميك اب ولا اي حاجه تلاقيهم يعني بشرتهم بتلمع لوحدها بالظبط كده ما فيش ومن الحاجات الطريفه برضو اللي انا شفتها على البيدج بتاعكو ان في ناس من شرم وفي اجانب كتير قوي ادوا انطباعات عاليه جدا يعني لما يكون الاجنبي بيدي منتجك كميه الفيدباك او الكلام الكويس ده معناه ان فعلا وده اللي انا عايز اقوله في برنامجي الاجانب غيرنا خالص الاجانب بيراعوا المنتجات البيور اللي تفيدهم اكتر عشان كده لما تلاقي منتج زي ده بقوته مع الاجانب ويشكروا فيه بالطريقه دي لا ده تبقى حاجه كويسه يبقى جدا يبقى المنتج تمام حلو جدا. طيب لحضرتك اللي معاكي ده زيت السؤال بقى الستات عندها فوبيا من الزيت تقول لك انا هحط الزيت وبعد شويه هيحصل نتراب او مشاكل او كذا او كذا او الكلام ده فهل ده فعلا لما هي بتحطه بيعمل اي مشاكل ولا هو سريع الامتصاص بحيث ان هو ما يخليش التراب او اي حاجه تخش في البشره؟ هنا دي في مثلا تقريبا 15 مكون زيت كلهم زيوت لو في تصنيف في الزيوت على فكره بيبقى زيرو واحد واثنين وثلاثه كوموديجينك دي اللي هي هل بيسد المسام او لا ده كله زيرو اللي هو لا يسد المسام تمام أول حاجة. يعني ما بيعملش اي اضرار خالص. على البشره مثلا خالص تمام. تاني حاجه انه السيرم مجرد ما بتحطيه هو المفروض بنرج الازازه وانا هحط لك كده اوكي بتحط بخ على مثلا الوش كله وشوفي كده هيمتص في نو تايم اوكي طيب. لا بس في حاجه من الحاجات اللي بتتاخد على حاجات البيور بتبقى ريحتها مش كويسه بس بسم الله ما شاء الله لا ريحه بتاعته واو يعني والريحه بتاعته ظاهره جدا يعني كمان من الحاجات اللي هتضيف لبشرتك ريحه عاليه جدا حلو وكمان يعني ريحته جميله جدا هو ريحته على فكره مش حاجه سنساتيك ده بالعكس دي كلها يعني حضرتك مش دايفه بيرفيوم ده الحاجات البيور الزيوت عاليه جدا في الريحه في زيوت الروزماري مع اللافندر هو اللي عامل لي الريحه اللطيفه دي وطبعا دي مجموعه زيوت كلها المفروض انها بتعمل ايه هو بيشد البشره وبيديها نضاره بيشد البشره ليه لانه بيصغر يعني مسام البشره كده يعني بصي هو خلاص يعني هو بيمتص السيرم بيدي نضاره في تقريبا 3 4 ايام بتحسي بنضاره تمام طبعا شدت الوش يعني تحس ان الوش مشدود هو دايما الواحده بتحط ميك اب ليه عايزه تحس ان وشها شكله حاجه واحده متناسقه وبالنسبه ان حضرتك قلت كده طب ما احنا كده الستات عندها فوبيا الميك اب طب عند حضرتك بديل يكون كويس الميك اب او الروج او لحاجات للبشره بس ما تعملش التجاعيد او ما تعملش المشاكل اللي حضرتك بتقول عليها يعني في روج مثلا بيقشر ما بحطه مثلا بلاقيه مره واحده قشر وبيطلع فانا عايزه حاجه ثابته تكون كويسه وفي نفس الوقت تبان ان هي طبيعيه طيب فضل. احنا دلوقتي لو انا زي ما انا قلت الروتين كده احنا غسلنا نشفنا وشنا حطينا السيروم انا كده نازله يعني قبل ما اخرج اوكي السيروم هيديني الجلوينج افكت وهيخلي اللمعه بتاعت البشره الوش ولمعه مش زيتيه لا هتحس ان وشك نضر تمام هاجي بعد كده في عندنا منتج ده بقى يعني انا مش عارفه اقول لك هو عامل ايه في شرم وفي منطقه البحر الاحمر يعني السياح فعلا الاجانب بيحبوا يستخدموا جداً. الحاجات الطبيعيه اكتر بتديهم نضاره وصحه وشكل حلو لا انا بتكلم بقى عن المنتج ده بالذات اللي هو انا هوريه في الكاميرا ده اسمه ده الكشميري ده الكشمير دوت عباره عن ايه ده تنت للخدود والشفايف تمام معمول بالكولاجين الطبيعي احنا الكولاجين دايما عندنا في نافن بنمزج الكولاجين البحري مع الكولاجين طيب النباتي اجربه اوكي انا عايزاكي تشوفي الثبات بقى كمان بتاعه اوكي بس كده حطي يعني دوبك نقطه بس في حاجه يا دكتور دلوقتي يعني بصي اعملي لي عشان يبان انه تنت بقى لو بس ده احنا حاطين اللون مش فظيع ما بيروحش يعني بصي نقطه واحده ما عملت يعني العلبه دي بتقعد سنه مثلا مع اي حد جميل فعلا جدا فعلا يعني في ناس في حاجه كمان يا جماعه هو الموضوع انا برضو شفت في بعض الناس احنا بنقول المشاكل مش عشان نقول للناس حاجه نعيب على الناس لا هو خالص احنا بنعرف حضرتك المشاكل عشان تفهمي الصح من الغلط نصحح عندك الثقافات اللي انت بتعمليها ايه الثقافه ان هو بالكميه يعني عايزه حاجه كبيره لا هو مش بكبر هو دلوقتي حضرتك انت الحبه اللي حضرتك حطيتيهم
بسم الله ما شاء الله يعني نقطه بسيطه عملت كتير جدا وفي نفس الوقت برضو اللمعه ومنتجات طبيعيه بتديكي نضاره اكتر وعشان برضو الازواج انت حضرتك جايبه كذا لون. هو في خمس الوان عندنا: الكشمير والسوفت بينك والهوت بينك والاحمر. الاحمر كمان والاورنج شفته جميل جدا والخوخي. يعني كلهم الوان. هي الفكره كمان ان هي بالكولاجين وكمان زبده الكاكاو. يعني هي الفكره ان انا كاني بحط تنت مش مجرد لون، لا انا بحط حاجه، وبحط حاجه بتعالج لي شفايفي، حاجه بتعمل لي بلامبنج للخدود. يعني هو الشفايف والخدود بقى مش الشفايف بس بالظبط. فالبيز نفسه طبيعي جدا، يعني بتكلمي بقى في عسل وحاجات طبيعيه كلها فعلا. يعني حتى لو حطيته على بشرتي ما فيش حاجه تاذيها. لا بالعكس. انت يعني دلوقتي مع نيفين كوزماتيك انت حضرتك هيكون عندك كميه منتجات تبداي بيها، سواء الصابونه، سواء الكريم بتاع الوجه، سواء الميك اب، سواء الشعر، القشره هتعالجيها، كل الكلام ده. في ايه تاني يا فندم؟ طيب بص انا هقول لك، ده ماسك. اصل انا ايه دوت الماسك ده، احنا عندنا برضو من الحاجات المبيعات عاليه قوي. ده ماسك اسمه لافلي ماسك، ده ماسك البشره بيستخدم مره مرتين في الاسبوع، تمام، بيتحط نص ساعه. الماسك ده بيعمل تقشير، الحبيبات اللي فيه بتقلل نمو الشعر، يعني مع الاستخدام شعر اللي في الوش نفسه بيقل. يعني احنا دايما بنحب كل مكون يديني حاجه، تمام. فاحنا حاطين سكراب فيه، السكراب الخفيف ده برضو بيقلل نمو الشعر. ففعلا مع الاستخدام الناس كانت بتقول لنا فعلا شعر اللي في وشي بدا يقل. عايزه اعرف بس السيلري بتاعه ليه السعر؟ السعر بتاعه 100 جنيه بس. ما انا بقول لك احنا حاولنا بقدر. هو على فكره يا جماعه لو انت بصيت على الجوده، لا السعر ده قليل جدا. ومن الحاجات برضو اللي مخليه الاجانب بياخدوا بكميات كبيره وحتى هم ماشيين، ان لو قارنت السعر ده بسعر بره، لا مختلف 180 درجه. ده كده ببلاش بالنسبه ليهم. المنتج ده لو جبته بالجوده دي بره 10 اضعاف السعر. زائد كمان برضو هو فعلا يا استاذ احمد، من غير ما اقطع كلامك، احنا في ناس بيجين يعني بيبعتوا لنا كتير قوي من دول عربيه، برغم يعني مثلا دبي انا كنت قاعده فيها وانا كنت بشتري، يعني وعارفه قد ايه يعني هي كمكان فيها براندات كتيره سواء اجنبيه او مصريه او whatever. برغم كده كمان بيبعتوا لنا كتير بيطلبوا الحاجات المنتجات. فواضح ان الحمد لله ان يعني حضرتك الكواليتي بتاعتها متاح لنا دلوقتي من خلال برنامجنا، ان احنا اي حد سواء دوله عربيه سواء اي مكان عايز من خلال حضرتك يبقى موزع للمنتجات او يستفيد او يخلي الناس اللي عنده تستفاد وبقوه، الارقام موجوده. ان شاء الله يتواصلوا مع حضرتك، وان شاء الله احنا باللي احنا شايفينه ده، احنا يا ريت كل مكان او كل ست تجرب المنتجات دي، لانه يفرق معاها جدا في جمالها فعلا. في اي حاجه ثانيه يا فندم؟ يعني هي اتكلمت عن الماسك، الماسك اللي هو البشره. ده زي ما قلت هو فيه كمان الاملاح البحر الميت، في الفحم ده بيصغر برده مسام البشره، في كمان مكونات بقى زي الكافيار، زي خلاصه الاناناس، الحاجات دي كلها بتعمل نضاره وبتعمل زي تجديد للخلايا من غير ما نحسبها. الشيف عامل كافيار النهارده وحاجات بالكافيار، والدكتوره حاجات بالكافيار بقى. يعني ان شاء الله النهارده غذاء بالكافيار والمنتجات كمان. لو حضرتك حابه ان المنتجات تكون معاكي، معلش انا كنت عايزه بس اعرف اسعار السيري منتجات كلها ممكن اعرف. تمام، احنا عندنا السيروم ادكتبل ده ب 150. اوكي تمام. وفي ماسك مثلا ده للبشره. ده للبشره. اوكي. مثلا دوت اللي هو التنت ده ب 65. الصابون 50 جنيه، الشامبو 120. يعني الرينج الحمد لله يعني كله يعني مناسب. ما بيزيدش مثلا عن 200 جنيه. الحاجه بتاعتك رخيصه جدا. لا يعني احنا راعينا النقطه دي فعلا، يعني على قد ما نقدر ان احنا نحاول عشان حتى كل الناس تبدا ان هي تستخدم. يعني هم يقدروا حتى ياخدوا جوده برده بسعر معقول يعني. تمام. وحاجه كمان لكل الناس اللي حابه ان هي تكون موزعين او شغل مع حضرتك، احنا لما انضمينا لحضرتك عرفنا ان في ثلاث انواع من الشرايح، في ان حضرتك لو عايز تاخد وكاله، في لو موزعين، وفي حاجه اسمها في اي بي. الفي اي بي انت ممكن من خلال وانت موجوده في البيت انك تكسبي. ازاي؟
انك من خلال البطاقه الفي اي بي اللي معاكي انك توصلي العميل او توصلي الناس بالشركه وتكسبي من خلال كده، وده برضو بيسهل لكل واحده عايزه تشتغل من خلال البيت ان هي تعمل مبيعات او تعمل فلوس كويسه مع منتجات كويسه، وفوق ده كله تخدم الناس اللي بتحبهم بمنتجات عاليه جدا. حتى لو انا ممكن خدت المنتجات بتاعت حضرتك دي، ممكن اصلا يعني انا لما اخدها واجي ابيعها ممكن ابيعها اغلى من كده والناس برضو هتشتريها، ان هي منتجات صحيه وطبيعيه. طبعا الكلام مع حضرتك عايز حلقات وحلقات، وتشرفنا بيكي فعلا، ميرسي جدا، واستفدنا من حضرتك، وان شاء الله يا فندم لقاءات تانية كتير ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح اكبر ان شاء الله. يخليك، ميرسي قوي قوي. هناخد فاصل وهنرجع مع الشيف رضا عشان نديكم منتجات عاليه. انا وانت اكل، انا ومنا هنعمل معاكم فقره حلوه جدا عشان الاكل ان شاء الله، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نقدم لكم اشهى الاكلات مع الشيف رضا. منورنا يا شيف. منورنا يا شيف. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. احنا النهارده ان شاء الله نقدم البيكاتا بالمشروم، عشان بس ما نضيعش وقت، عشان عندنا دلوقتي جبنا اللحم، لحم بتلو متقطع زي ما انت شايف كده، يعني بيتسميه سكالوب، ممكن تقول له قطعه له بيكاتا عند الجزار ايا كان يعني. فاحنا دلوقتي اول حاجه هنعملها الطاسه معانا نحط فيها زيت، طاسه سخنه على النار، فالزيت بتاعنا نسبة زيت بس خالص. إيه زيت نوع ايه؟ زيت زيتون. زيت زيتون. او زيت درق، اي زيت اللي تحتاجه يعني. عند اللحمة. طبعا زيت زيتون. عند اللحمة بتبلها فلفل. ويستحسن الفلفل يتحط فريش كده ويطحن على النت على طول، بيدي الفليفر والنكهات بتاعته، والملح البحر اللي احنا قلنا عليه بنستخدمه على طول. لازم الملح البحر ده؟ مفيد جدا. طبعا مفيد جدا جدا جدا. بيعمل ايه يا شيف؟ اليود فيه عالي، اليود فيه عالي جدا، بيخزنش ميه تحت الجلد، فهو مفيد يعني. ملح بحر حاجه بيور. ورش دقيق كده على اللحمه بتاعتي زي ما انا شايف. هقلبها الناحيه الثانيه برضو. انا بشوف برضو ناس بيحطوا بقسماط مثلا على اللحمه. انا ما بعملش سكالوب، انا بعمل بيكاتا. فانا عايز انا عاوز الدقيق ده معايا بيخلي يعمل الصوص بتاعي، بيخليه تقيل يعني، حاجه كويسه بيور يعني. احنا معانا منا طباخه شاطره. جدا. لا انا بعمل مكرونه بشاميل تحفه والله. المره الجايه ان شاء الله نخلي السمنه تعمل معانا. لا والله اكتر اكله بعرف اعملها مكرونه بشاميل، بطلعها طبعا يعني. احنا لينا الله بجد يا جماعه، لان بسم الله ما شاء الله ما حدش بيعرف يعمل. الطاسه سخنت اهي، انزل فيها بالبيكاتا باللحمه بتاعتنا بالشكل ده كده الجميل ده كده. لازم تكون الزيت سخن عشان اديها صدمه، عشان اقفل المسام بتاعتها. انا ماما دايما بتقول لي لازم تدي للحمه دي الصدمه عشان تتعمل. ممكن بقى انا شغال كده على النار واقوم جاي مديها حته زبده. يعني زبده نوعها ايه؟ زبده طبيعيه. طبيعيه. وعلى حضرتك احنا القاعده عندنا هنا انك لازم تحطي حتى في الاكل. انا ما انصحش تلجئي الحاجات الطبيعيه بس. وده الهدف من برنامجنا، انت دلوقتي حتى في الاكل، والاكل رقم واحد، انك تحطي حاجات بيور وحاجات طبيعيه جدا. يا جماعه معدتنا دي اهم من اي حاجه، فلازم ادخل لها حاجه طبيعيه، حاجه صحيه، علشان ما اذيش نفسي. طب يا شيف مثلا حد مثلا وزنه كثير او كده، الزبده دي ممكن تاذيه في الوزن او هو يعني اكيد طبعا يعني نحاول نستخدم كميه بسيطه، يعني نحاول نستخدم كميه بسيطه من الزبده. هي زبده طبيعيه عشان اقدر استخدم. في ناس برضو انت بتشوفهم بيبقوا مثلا يعني مليانين وكده، ف واحنا بنتكلم دلوقتي على الصحه، انت اضرب صحتك. انت دلوقتي مثلا عايز ما تزيدش في الوزن، قلل في الحاجات اللي هيقولها الشيف دلوقتي، اللي هو الزبده والحاجات دي. هو ممكن لو انا بعمل دايت او الكلام ده كله، اخد الحاجات دي مشويه. انا لما اكون حاجه مشويه بيبقى احسن بكتير قوي بالنسبه للناس اللي عامله دايت. دي حاجه لازم يعرفها كل حد بيعمل دايت. الموضوع مش انك تاخد ادويه، الموضوع انك اول حاجه هيقولها لك نظم اكلك. العشاء ده ممنوع. الفطار يبقى حاجه كويسه، الغداء تبعد عن العيش، تبعد عن طبعا الفينو برضو. الفينو بيعمل الفينو والحاجات دي كلها. واهم حاجه تاكل حاجات كويسه من غير ما تزود نسبه الزيوت،
واهم من ده كله انك في ميزان دلوقتي بتقدر من خلاله تعرف اصلا انت الوزن بتاعك قد ايه او وزن ايه معين، لان كل حاجه يعني مثلا انت عندك ميه ولا زيت ولا دهون ولا لحم، من خلاله بتعرف الوسيله الصح اللي تقدر من خلالها تعمل الوزن بتاعك. دلوقتي حطيت بصل مفروم على اللحمه بتاعته وهي بتستوي، ممكن احط واحد زعتر يديني نكهه وفليفر، ممكن فصين ثوم مضاد حيوي طبيعي، بسيب الحاجه هي بتبتدي تستوي معايا تاخد اللون بتاعي، وهي بتستوي احنا ممكن نجهز الطبق الثاني اللي هي السلطه بتاعتنا. احنا قلنا السلطه بتاعتنا سلطه الجرجير، حاجات كلها طبيعيه. الجرجير ده مفيد جدا جدا جدا، انا بسمع ان الجرجير مفيد للشعر، مفيد لو في دهون الاكل الجرجير بيحرقها. ده حقيقي. سريع. يعني ده اول بوينت، ان الجرجير مش بس مفيد للبشره والشعر، ده كمان بيحرق الدهون. بص انا اللي قلت لك الفكره دي منا مش هتكلم معايا، تمام؟ احنا عندنا في مقدمات شيف، مش عايزين منافسه بقى، مش عايزين منافسه، ماشي مش مشكله. على النار شويه، تمام كده. سلطه الجرجير عندنا، الجرجير بتاعنا طبعا بجيبه بغسله زي ما قلنا المره اللي فاتت، بنقع الخضار بتاعي لمده الغسيل ربع مهم ساعة. جدا ركزوا في المعلومه دي، لان اغلب الامراض اللي بتيجي من عدم غسيل الحاجه، سواء حضرتك في بيتك او بره. فاحنا المره اللي فاتت قلنا نغسلها بملح ليمون، يعني ننقع الخضار في ملح، اللي هو ملح اللي هو ملح البحر، ننقعه لمده ربع ساعه كده، نشطفه بماء جاري كذا مره. احنا قلنا الكلام ده المره فاتت، وطبعا لازم ننفذه يعني، وبالذات كمان عشان الاطفال يا شيف. طبعا مهم جدا، وخاصه الورقيات. دلوقتي الخضار كله مبيدات حشريه والكلام ده كله، فلازم نغسله بالطريقه دي. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بعد كده سلطه الجرجير بتاعنا اللي هو على فكره فريش. الجرجير كمان بيدي نضاره للبشره. طبعا اكيد طبعا، البشره والشعر جدا مهم جدا. عشان كده بقول انت دلوقتي جيبي منتجات بيور وكلي اكل بيور. بصي عامل السن ده مش هيفرق معاكي مهما حصل في بشرتك، عوامل الجو وكل الكلام ده، ولا هيفرق معاكي باي حاجه. عشان كده بنقول لك بسهوله جدا انت هتعرفي سر جمالك مع الشيف رضا، تمام كده. مش مع مني. لا معايا. عندنا احنا قلنا الجرجير بتاعنا نحط عليه مشروم فريش خالص. لو انت حابه المشروم تاخديه شوتيه مع سنه زيت مفيش اي مشكله، حابه تاكليه كده من غير زيوت، ده برده حد عامل دايت او الكلام ده كله مفيد جدا ليه. هنرص الجرجير المشروم بالشكل الجميل ده كده على الجرجير بتاعي كده. عندي بصل. انا جوعت يا شيف، مش قادره. مقطع بصل بالشكل ده، تسلم ايدك. لا بجد تسلم ايدك يا شيف. حاجه كمان بس حلوه، انت عملتي اكله بسرعه عشان لو حضرتك سيده بتشتغلي وكلام وصحيه وصحيه وفي نفسها مش تاخد منك وقت، زائد كمان هتفيدك في بشرتك وفي جسمك وفي كل حاجه، تمام. حطينا نحط دلوقتي نقطع الطماطم، حابه تقطعيها مكعبات قطعيها، حابه تقطعيها ويدجز زي كده تقطعيها ايا كان يعني بقى. عايز احنا بنقطعها كده يعني، قطع مكعبات كده. احنا كرجاله بنرضى باي حاجه. انت بترضى؟ ممكن في اكل. انت بترضى؟ والله المدام تقول لك الموضوع ده، هي بترضى الحمد لله، انا برضه الحمد لله. ما قلتش لا على اي حاجه. تمام كده، حطينا الطماطم بالشكل الظريف ده كده اهو. اهم حاجه الشكل عندنا برضه عامل الاساسي يعني. بعد كده بقى هتبلها حاجه خفيفه خالص سهله جدا. فلفل جميل اهو. فلفل مطحون فريش، ندينا النكهه والفليفرز بتاع الفلفل. بيحتفظ بكل الزيوت اللي فيه والنكهات اللي فيه. او مفيش اكل عامه بيبقى من غير فلفل اسود، انا ما بعرفش اكل من غير فلفل اسود. ملح البحر بيديله طعم حلو. هنحط عليه سنه زيت زيتون ظريفه جميله اهي. طبعا زيت زيتون طبعا مفيد جدا. واو يا شيخ، يا جمال بجد بجد، فنان. تسلم. فنان. حط معانا عصير ليمون. ده الفوائد كلها كده. عملنا سلطه فريش، كل حاجه فيها فريش، ما حطيناش اي حاجه. حتى بص عصير ليمون وكل حاجه طبيعيه. طبيعيه. نرجع تاني، ازاي تلجا للطبيعه في كل حاجه، سواء منتجات او سواء اكل. وعلى فكره لما يلاقوا البنت مثلا بشرتها فيها، تحس ان هي داخله على صفران كده، عارف البشره اللي هي يقول لها مثلا انت وشك عامل زي الليمونه كده. ايوه. والله بجد
فعلا الليمون بيحافظ على البشره ونضاره البشره جدا، هو والجرجير. ممكن بقى احط برساله من منى، لو مش عايزه وشك يبقى اصفر زي الليمون ممكن الزعتر ده زعتر فريش، حاجه يعني كده حاجه من الحاجات المفيده جدا، مطهر معه ورهيب الزعتر ده يا جماعه والله. يعني الزعتر ده انت لو عملته وشربته رهيب للاطفال والكبار وكل حاجه. اه فعلا معلومه كويسه يا جماعه، الزعتر مفيد جدا للتنبك معه. وعلى فكره لو جيت تشتري الزعتر، لو جيت تشتري الزعتر هتلاقيه على فكره غالي جدا مش رخيص. ونجيب الزعتر فريش احسن من الدراي. اه احسن من الدراي. شويه زعتر على السلطه برده ده في الليفر ده كده. نرجع بقى نبص على الحاجه بتاعتنا اللي على النار، ابتدت تاخد اللون معايا اهي، تستوي كويس اهي اهي. بقوم جاي دلوقتي نازل بالمشروم بتاعي اهو مع اللحمه بتاعتي. المشروم جميل الزرع يقلب كويس. بتلاقي الطاسه عندي عملت لون بني كده من تحت، ده بيديني اللي هو اللون ده، ده اللون اللي هو لون الصوص اسمه صوص الدميجلاس اللي هو صوص اللحم والكلام ده كله. احنا عايزين برضه نتكلم في حاجه مهمه جدا في اللحم. ادي ربنا انك مش عليا. انا كنت بص فظيعه. انا عامل دماغ ريحه هنا فظيعه. الدكتوره اللي كانت بتتكلم معانا على الكولاجين الطبيعي والكلام ده كله، فاحنا ممكن نستفيد جدا من الحوار ده في العظم بتاع اللحم البقري. بجيب العظم ده واعمل منه الشوربه بتاعتي. اه انا عارفه الشوربه دي جميله. شوربه العظم دي نفسها مفيده جدا، باخد كولاجين طبيعي بيفيد عندي المفاصل البشره كل حاجه الشعر. احنا كده بالذات على فكره مفاصل الجسم. خلاص انا مفيش يعني، هنزل اهو كده انا عملت ده كله خلاص. البشره مستوى معايا بالشكل ده كده، هنزل عليه بالكريمه اللباني اهي. واو فعلا تحفه. هبتدي تاخد معايا اللون اللي هو اللون البني ده الجميل ده كده اهو. هجيب معلقه واحده في الطاسه كده من تحت اطلع اللون البني اللي تحت ده كده هدي لي اهو زي ما احنا شايفين كده اهو اهو. اتعلم دي واحده دي تمام تمام كده. لو لقيت صوص تقيل شويه سنه لبن تمام كده. خلاص الصوص ابتدى يتقل معايا، ممكن اغرف دلوقتي الطبق بتاعي. ممكن اقدمه خلاص يعني، هو دلوقتي خلاص هنبدا في مرحله ان احنا الطبق بس. ممكن الطبق اغرفه مع رز ابيض او مع خضار ستيل لو انا مش حابب. ده الرز بتاعي جاهز بالشكل الجميل ده كده. ابتدى الصوص يتقل معايا اهو، هنزل بالفراخ باللحمه بالشكل الجميل ده كده اهو اهو. وهيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه مع السلطه، وان شاء الله هنقدم لكم كل حلقه حاجه جديده ان شاء الله. اه جميل.